واحدة، بما أننا لسه بنتكلم مع حضراتكم كمان عن أهم القضايا اللي طرحت في منتدى شباب العالم، فواحدة من القضايا المهمة اللي كان فيه سؤال هو ليه منتدى شبابي يتكلم عن قضية كبيرة زي دي، ودي قضية تحدث فيها قادة العالم. الحقيقة ده برضو واحد من أسرار تميز هذا المنتدى، أنه كل القضايا العالمية، القضايا اللي تخص مش بس مصر، احنا بنتكلم في قضايا أكبر من ده، توضع أمام الشباب وتحدث فيها الشباب، تحدث فيها نفس الخبراء اللي بيتكلموا فيها في منصات الدول اللي بتدير هذه الملفات. الحقيقة واحدة من القضايا اللي استغربنا لكن انبسطنا أنه في اهتمام بيها هي قضية التغيرات المناخية، واحدة من القضايا والجلسات الهامة جدا اللي دارت في منتدى شباب العالم. كل العالم النهاردة بيعترف أنه كان مفروض نبدأ من 40 أو 50 سنة، وكل العالم النهاردة عارف أنه في خلال 40 أو 50 سنة إذا لم نتحرك ففي كارثة كبيرة هتحصل في مناطق كبيرة في العالم، فالعالم كمان بيتشارك المسؤولية. عشان ما طولش عليكم، بس قضية تغير الجو مش بس نقول يا ده الصيف بقى حر قوي ما كناش حر كده، ولا نقول الشتاء بتاعنا عمره ما كان برد قوي، مش دي القصة. مش القصة بس في تغير الجو وتغير اللي كنا بندرسه زمان، حار جاف صيفا ودفيق ممطر شتاء في مصر، لا، الموضوع أكبر من كده وأكثر تعقيدا وأكثر خطورة بشكل كبير. خلونا بقى نسأل أهل الخبرة والمشاركين والمتحدثين، حد شخص من المتحدثين المميزين جدا اللي كانوا في هذه الجلسة، الدكتور عمر حسيني المحاضر في الهندسة البيئية والتنمية المستدامة، كان موجود وكان حاضر وكانت مشاركته قيمة جدا في هذه الجلسة. خلونا نسمع من دكتور عمر مباشرة. مساء الخير عليك أولا. مساء النور، أهلا بحضرتك دكتور عمر. أولا ساعدنا بالمحتوى العلمي القوي والمهم جدا اللي كان في هذه الجلسة. الحاجة التانية بقى اللي عايز أسأل حضرتك فيها، فاجئنا وصدمنا وفهمنا إيه اللي ممكن يحصل في الخمسين سنة اللي جايين إذا لم يتحرك العالم. طيب، هو أنا عايز أبتدي الأول إن المحتوى ده مش شخص واحد اللي قدمه، لا، ده مجموعة من الشباب المصريين العلماء في تخصصاتهم المختلفة اللي مربوطة بالبيئة والتغيرات المناخية. فبرغم إن العلم دوت مصادره أغلبها أجنبية، لكن اللي عامل محتوى بهذه القوه لا اغلبه مصريين، ده شيء طبعا يعني نتشرف بيه جميعا. هاخد من حضرتك جمله جميله جدا حضرتك قلتيها، ان الموضوع لا يشمل مصر فقط انما يشمل العالم. مع ذلك مصر الفتره الاخيره بنتكلم عن اخر 6-7 سنين خاطت خطوه كبيره جدا داخل المنطقه بتاعه الشرق الاوسط وافريقيا في مجال المشروعات الخضراء. احنا عندنا يعني احنا في العد التنازلي زي ما بيقولوا، الكارثة بقت في منطقة اللا عودة. التغيرات المناخية مش مجرد ان الدنيا بقت زي ما حضرتك بتقولي حار شوية ولا برد شوية، او ان الموضوع بقى عشوائي في التقلبات الجوية، لا، الموضوع بيؤثر على جميع العناصر بتاعت الحياة المعيشية لكل الناس. هنتكلم على ان في، انا هنا مش بتكلم في كلام مبالغ، انا هقول لحضراتكم برضو الناس اللي بتسمعنا دلوقتي كلام هيحصل خلال السنين اللي احنا عايشينها، بنتكلم في ال5-6 سنين جايين، في مدن هتغرق هتختفي. بنتكلم عن زراعات مش هتكون موجوده، يعني بعض الاغذيه اللي احنا كنا متعودين انها موجوده في حياتنا هتختفي هتنقرض. بنتكلم على ان بعض الصناعات هتغير مجالها، في مناطق هتبقى غير قابله للسكن. التربة هتزيد الملوحة اللي فيها، منسوب مياه المحيطات هيزيد في مناطق مختلفة، في جغرافيا وتطاريس لمناطق إقليمية في أماكن كتيرة جدا هتتغير بصورة كبيرة، مما يؤدي لتهجير ملايين الناس. بنتكلم في فوق 200 مليون مواطن حول العالم قد يحتاجوا ان هم يغيروا منطقه السكن بتاعتهم خلال تاني ال10 سنين اللي احنا عايشين فيها دي، مش بنتكلم في المستقبل البعيد زي ما الناس كانت بتتكلم. طيب هل يا دكتور برضو معلش عايز افهم بس او نفهم كلنا النقطه دي، هل ده بس بسبب الاحتباس الحراري وبالتالي ذوبان الجليد وبالتالي انه الميه زادت في كوكب الارض، ولا الموضوع كمان ليه تداخلات اخرى ومش بس محاوله علاج تاثيرات الاحتباس الحراري؟ ايه الاسباب؟ طيب، هو الاحتباس الحراري هي ظاهرة طبيعية بتحصل كده كده، يعني من قبل وجود الإنسان على كوكب الأرض، والاحتباس الحراري دي ظاهرة بتحصل، بس المشكلة في المعدلات بتاعتها. يبقى أهم سبب للتغيرات المناخية هو الاحتباس الحراري، أيوة فعلا، ولكن التدخل بتاع النشاط الصناعي الغير مدروس هو اللي أدى لزيادة معدل الاحتباس الحراري فجأة خلال القرن الأخير،
واحنا ما انتبهناش للاسف، برغم التحذيرات اللي اتقالت من سبعينات مثلا القرن اللي فات ولحد النهارده، ما حدش انتبه لحد ما نزل تقرير في اغسطس اللي فات من الامم المتحده اللي بيقول بلا شك خلاص ان كل التحذيرات اللي الناس كانت بتشكك فيها لا هي حقيقيه، وان الوضع وصل زي ما قلت لنقطه اللا عوده. احنا بنتكلم على دلوقتي مش ازاي نمنع التغير المناخي، احنا بنتكلم على كيفيه التاقلم والتكيف، ازاي نقلل من اضراره. لان للاسف الشديد مهما عملنا دلوقتي ما بقاش في حاجه ترجعنا لورا، من الصعب جدا ان احنا نوصل لده. ده كده نقطة واضحة جدا. إذا زي ما حضرتك قلت كده الكارثة كلها تحركت، لكن الرئيس قال جملة وبرضه نفسي أفهم من حضرتك والعالم كله شايف كده زي ما احنا شايفين. الرئيس قال جملة مهمة جدا إنه مصر من الدول الأقل في المساهمة في حدوث هذه الكارثة، وحتى إذا ساعدت بما لديها برضه تأثيرها محدود، لكنها رغم كل ده مهتمة بشكل كبير جدا بإنها تكون جزء من المنظومة العالمية. احكي لي رؤيتنا، طريقة إدارة مصر لقضية عالمية كبيرة زي مسألة الاحتباس الحراري، وازاي ده ممكن يكون مؤثر؟ هي مصر زمان، مصر اللي هو بنتكلم عن 20 30 سنة، كانوا مش مهتمين بمجال البيئة قوي، مش مهتمين بالقضية قوي. لكن هنتكلم تاني في اخر 6 7 سنين الموضوع تغير بدرجه كبيره. احنا عملنا اكتر من استراتيجيه، بتكلم هنا عن الحكومه المصريه. عملوا استراتيجيه لاستثمار في الاقتصاد الاخضر، استراتيجيه لرؤيه مصر 2030 خاصه بالتنميه المستدامه، برضو فيها جزء كبير جدا عن البيئه كاحد المحاور بتاع التنميه المستدامه. وحطينا قوانين مختلفه بتتكلم نشجع الاستثمار الخاص بالطاقه المتجدده، الخاص بتدوير المخلفات، الخاص بمعالجه الصرف الصحي، ازاي نبتدي ان احنا نقلل الاستهلاك بتاع الموارد بطريقه غير مستدامه. كان عن موارد الميه والطاقه. دكتور عمر، احنا عندنا مشكله اننا نسمعك، من فضلك حاول بس تتحرك لمكان تكون فيه الشبكه افضل قليلا. حضرتك سامعيني كده ولا؟ سامعينك بس الصوت فيه مشكله، بس قد ما تقدر حاول تتحرك لمكان مفتوح يعني. هو انا عندي شبكه بعتذر. لا ولا يهمك، اتفضل يا دكتور. فكنت بقول لحضرتك ان الحكومه المصريه عندها وعي دلوقتي ان التغير المناخي مش بيأثر على العالم بس، ده بيأثر عليها هي كمان. برغم ان مصر ان الانبعاثات اللي عندها قليله جدا. مصر الانبعاثات بتاعتها بتشكل 6% من الانبعاثات الكليه. يبقى الحجم بتاع الانبعاثات بتاع مصر قليل، ولكن مصر بتحاول تقود مبادره للعالم كله ان هم يقللوا انبعاثاتهم، علشان ده هيأثر على الدول الناميه اللي هي في افريقيا اللي منها مصر. تمام. فالمصلحه جماعيه. انا بكرر شكري لحضرتك، احنا بس بسبب الصوت هنشكرك شكرا جزيلا، لكن وصلت الرساله اولا انه زي ما دكتور عمر بيقول فريق كبير من الشباب المصري بيشتغل على الملف بتاع قضيه الاحتباس الحراري في العالم. الاهتمام مصر هو اهتمام ممتد وتاثيره مهم جدا رغم محدوديه مسؤوليتها. دكتور عمر الحسيني المحاضر في الهندسه البيئيه والتنميه المستدامه كان معانا متحدثا عن واحده من اهم جلسات العالم والحديث عن الاحتباس الحراري.